بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الرحمن نبيل معيد هيستولوجي، وهناخد بقى البلاد ان شاء الله. البلاد بيتكون على من ايه؟ من بلازما وفورمد اليمنت. فورمد اليمنت اللي عباره عن اريثروسايت وليكوسايت وبليتلت. اريثروسايت اللي هي الايه؟ ذكرات الدم الحمراء. اريثرو يعني احمر، سايتس يعني خلايا، ليكوسايتس ليكو يعني ابيض، سايتس يعني خلايا، يبقى خلايا الدم البيضاء. بليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه. هنا بقى يا دكاترة ازاي نحضر بلاد سمير؟ ما سمير يعني عينة، يعني بريك الفينجر، تمسك صباع الابهام، كانوا بيعملوها كده بيعذبوا الطلبة بيها زمان كده، وتضغط على تشك نفسك او تشك العيان بشكاكة، تجمع سمول اماونت اوف بلاد بمايكروبيش، شفاط كده بتشفط بيه الدم، وبعدين تحطه على الشريحه. بليس الدروب، وطبعا الشفاط كل واحد ليه شفاط لوحده، الناس ما تتعديش. بليس الدروب اوف بلاد اون ذا سلايد، نقطه دم، وبعدين نفردها بشريحه تانية عشان كل الخلايا ما تبقاش خلايا راكبه على بعضها. بليس بول بشريحه نفردها على الشريحه التانية، وبعد ما الدم ينشف نحط الايه؟ نحط الصبغه. ليه؟ عشان لو حطينا والدم لسه فلويد كده ممكن يروح واقع، فنستنى ينشف شويه وبعدين ايه؟ نحط الصبغه. تمام. البلاد سامبل ستيننج نصبغها بايه؟ البلاد عاده البلاد سمير بنصبغه بايه؟ بميكتشر خليط من اسيدك وبيزك دايز، اللي هي اسمها ليه؟ زي الايه؟ الليشمانست، اسمها الليشمانستين. اسيدك الايوزين، وبيزك اللي هي الايه؟ الميثيلين بلو. اسيدك يعني حمضي، وبيزك يعني قاعدي، حتى متلونه لك هنا ايه؟ اسيدك ايه؟ بالاحمر، وبيزك بالايه؟ بالازرق قلوي. اذر دايز مي بي اولسو ادد، ممكن نحط كمان على الصبغتين دول ايه؟ صبغه ثالثه، عشان نسبغ حاجه اسمها الازروفيليك جرانيولز او السيتوبلازمك جرانيولز اللي هي اللايزوزوم. طيب لو جمعنا بقى كله على بعضه، الصبغتين اللي فوق مع الازور دايز، يبقى اسمها جيمس او جيمس ستين. ايوسين مع بيزك ستين زي الميثيلين بلو مع الازور دايز، يبقى اسمها ايه؟ جيمس ستين. نتكلم عن الليكوسايت. الليكوسايتس في عندنا حسب وجود سبيسيفيك او عدم وجود سبيسيفيك جرانيولز. سبيسيفيك جرانيولز يعني ليها سبيسيفيك فانكشن، ليها وظيفة مميزة للخلية دي. عندنا في بتتسمى جرانيولوسايت وايه جرانيولوسايت. اهو جرانيولوسايت يعني هي في دي فيها سبيسيفيك جرانيول، هما كلهم فيها نون سبيسيفيك جرانيولز اللي هي الايه؟ اللي هي اللايزوزوم او الازروفيليك جرانيولز كلهم. لكن في عندنا سبيسيفيك بقى في الجرانيولوسايت. جرانيولوسايت اختصار كلمة ابن زينوفيل وبيزوفيل ونيتروفيل، اي بي ان. ايه جرانيولوسايت؟ اللي هي الليمفوسايت والمونوسايت. ايه جرانيولوسايت؟ يعني ما فيهاش ايه سبيسيفيك ايه جرانيولز. النيتروفيلز بقى اسمها ايه؟ البوليمورف نيوكليار ليكوسايتس او البوليمورف. هنقول ليه يعني هو اسمها بوليمورف؟ اللي هي متعدده الاشكال. اول حاجه النيوكلاس بتبقى سنجل ولوبيوليتد، اهي يعني النيوكلاس دي واحده اهي، فصوص بيوتد يعني فصوص من 2 لـ5 لوبز لينكد بنيوكليار اكستنشن، اهي يعني اللوبز دي مش ايه؟ مش متفرعه عن بعضها، في نيوكليار اكستنشن او كروماتين ثريدز ما بينها اهي. فاريبل ان شيب از سيلز دايناميك، الخليه دي خليه بتهاجم البكتيريا، يعني لو في بكتيريا هاجمت الجسم بتتصدى لها، فايه؟ فبالغالب متحركه، خليه متحركه، فممكن اثناء الايه؟ اللقطة اللي بتتاخد فيها تكون الشكل ممكن يختلف. زي برضو قلنا بوليمورف، اهي برضو عندنا ايه؟ بوليمورف النيوكلاس ممكن تبقى 2 أو 3 اللوبس، يعني اللوبس 2 أو 3 أو 4 أو 5، يبقى سنجل ولوبيوليتد ده باللايت ايه؟ مايكروسكوب. اهو هنا اهو بيشاور لك على الايه؟ على النيوكلاس سنجل ولوبيوليتد. طيب بيقول لك ناس الجرانيولز بقى زي ما قلنا كلهم فيهم ازروفيليك جرانيولز او لايزوزوم، دي بتبقى لارج وستيند بيربل بالازروستين. بيربل يعني ايه؟ يعني بنفسجي كده شويه.
سبيسيفيك جرانيولز بتبقى سمول وستيند لايتلي بينك، احمر خفيف. يبقى انت عندك ايه؟ ازروفيليك جرانيولز اللي هي لايزوزوم، وسبيسيفيك جرانيولز. طيب التي ام اوف نيتروفيلز، النيوكلاس بتبقى سيجمنتد او لوبيوليتد، برضه نفس الكلام. السيتوبلازم بقى في سبيسيفيك جرانيولز وازروفيل، نفس الكلام ازروفيل جرانيولز. السبيسيفيك جرانيولز سمول، وكانت سمول برضه في ال ام طبيعي. هنا هناك كانت لايتلي بينك، برضه هنا ليس الكترون دنس، يعني سودا بس مش قوي. طب الازروفيل جرانيولز اللي هي لايزوزوم هتلاقيها لارجر، كبيرة، وبرضه كانت ايه في ال ال ام ظاهرة كبيرة ومور الكترون دنس. هناك كانت بيربل، يعني ايه حاجة زي بنفسجي كده. فانت اربط بقى، اربط اربط يلا. سبيسيفيك ايه قلنا؟ سمول ليس الكترون دنس، الازروفيليك لارجر، وهنا مور الكترون يعني اسود غامق شوية. الكترون دنس يعني اسود، الكترون ليوسنت حرف ال ال لامع، يعني ايه ابيض بالايه بالالكترون ميكروسكوب. تي اي ام اللي هو ترانسميشن الكترون ميكروسكوب. اهو هنشوف اهو اهو ادي النيوكلاس اهي، في اتنين لوب ظاهرين اهم. ازروفيليك جرانيوز اهي هتلاقيها لارج وسودا، سبيسيفيك جرانيوز ايه سمول وسودا برضو بس مش قوي، مش هنقول ان هي لايت يعني لايت الستين. نخش على الايزونوفيل. الايزونوفيل بقى ايه؟ باللايت النيوكلاس باي لوبد، السيتوبلازم كونتين برضو كلهم فيهم ازروفيليك جرانيوز ولايزوزوم زي ما قلنا. سبيسيفيك جرانيولز بقى بتبقى لارج واسيدوفيليك وستيبيكال ستيند بريد او بينك، ومن هنا جاء الاسم ايزونوفيلز. ايزونوفيل يعني ايه؟ هي ايه ايزونوفيليك جرانيولز. اسيدو يعني ايه؟ اسيدو يعني حمضي، وفيليك يعني تحب، يعني الجرانيولز دي تحب الحامضيه. يبقى هي ايه؟ يبقى هي بيزك، يبقى هي قاعديه الجرانيولز بتاعتها. المهم يعني ايه اسيدوفيليك؟ فبتحب الايه الحمضيه. فطبعا الاسيدوفيليك بتظهر ايه؟ بتظهر حمر اهو. يبقى من هنا جاء التسميه. اهو لو بصيت كده هتلاقي ايه النيوكليا اهي اتنين اهو الزرقاء دي، وخليه مليانه مليانه ايه حبيبات حمراء اللي هي ايه اسيدوفيليك. ايه الحاجات اللي دي الار بي سيز، والفتافيت السكر دي اللي هي الايه البليتلتس او الصفائح الدمويه. اهي برضو باللايت مايكروسكوب ظاهرة اهي دي النيوكلاس اهي الزرقاء دي، وعندنا مليانة لارج اسيدوفيليك جرانيولز. ركزوا بقى في الكلام ده. طيب بالترانسميشن الكترو مايكروسكوب هتلاقي سبيسيفيك جرانيولز ظاهرة بقى ايه اوفال بيضاوية، وفي الكترون دنس كريستالاين كور. اهو انت لو بصيت كده هنا النيوكلاس اهي مش هنا مش هنميزها قوي بالنيوكلاس، هنميزها بايه؟ بالجرانيولز، سبيسيفيك جرانيولز مميزه ليه. يعني انا نسيت اقول في النيتروفيلز ان سبيسيفيك جرانيولز بتاعت النيتروفيلز بتبقى فيها ايه؟ بتبقى فيها بكتيريسايدال انزيمز، عشان هي بتقاوم البكتيريا، بتقتل البكتيريا. الايزينوفيل بقى في عندنا اهي جرانيولز اوفال يعني بيضاويه، وفي الكترون دنس ايه كريستالاين كور اللي هو في النص، يعني خط اسود بالعرض، واخدها بالعرض. يبقى ايه بقى دي الخط الاسود ده؟ بيقول لك حاجه اسمها ميجور بيزك بروتين. ده بيعمل ايه؟ بيقتل الورم او الباراسايتس. اهو يا جماعه انت لو بصيت كده اهو هتلاقي ايه الكترون دنس خط اسود في النص كده. الخط الاسود ده فيه ماده اسمها ميجور بيزك بروتين بتقتل الايه الورم اللي هي الايه الباراسايت الديدان، ماشي. بتعمل بورز في الايه في الجدار بتاع الايه بتاع الايه بتاع الديدان. فدي بتقتل الباراسايت. خلاص يبقى تعرفها منين عشان نلخص؟ بتعرفها منين؟ بتعرفها من هتلاقي مش النيوكلس، من النيوكلس هي المميزه. النيوكلس اللي هي الايه الاوفال بيضاويه وفيها ايه خط اسود في النص، الكترون دنس كريستالين كور، الكترون دنس يعني اسود. ال كور يعني اللي هو الايه في المنتصف يعني. البيزوفيلز بقى النيوكلاس باي لوبد برضه اتنين لوبز او اس شيبد.
اتنين الريجولار لوبس. طيب السيتوبلازم بقى برضو كله فيه ازروفيليك جرانيولز اللي هي اللايزوزوم، وفي سبيسيفيك جرانيولز بقى تبقى ايه لارج كورس يعني كبيره، وسترونجلي بيزوفيليك زرقاء جدا، بيزوفيليك يعني فيليك يعني محب، وبيزو يعني قاعديه يعني محب للايه للقاعديه، يبقى هي اسيدك، هي اسيدك فبتحب الايه السبغات الايه القاعدية، بحبها القاعديه. اوبسكورنج نيوكلس يعني ايه بتغطي نيو، دي مميزه جدا فيه، وبسكورنج نيوكلس يعني ممكن تغطي الايه النواه خالص. اهي يا جماعه لو انت بصيت كده انت شايف النواه مش شايف نواه، يبقى هنا بقى ايه لارج الحاجه المميزه ليها زرقاء بيزو، ومن هنا جاءت التسميه بيزوفيلز، يبقى لارج كورس سترونجلي بيزوفيليك زرقاء اهي محب للقاعديه وبسكورنج نيوكلس. بس ممكن النيوكلس تظهر في شرايح تانيه، يعني هنا ممكن تكون ايه من كثره الجرانيولز ودي لارج قوي مش مبينه، بس ممكن تظهر في ايه شرايح تانيه تبقى الجرانيولز مش بالطريقه دي، بس برضه هتبقى ايه لارج وسترونجلي بيزوفيليك. لو جات لك بقى سؤال النيوكلس بتاعت البيزوفيلز ايه خصائصها، تلاقي ناس كاتبه ايه بقى، تلاقي ناس كاتبه اوبسكورنج نيوكلس. انا بقول النيوكلس مش الجرانيولز، يبقى لو جالك النيوكلس توصف النيوكلس ايه اس شيبد او بايلوبد، اكتب زي ما بيقولك. البيزوفيلز بقى لو اهو برضو نفس الكلام اهي يا جماعه، خلاص مش هنعيب بقى. طيب التي ام كونتين لارج الكترون دنس الريجولار شيبد سبيسيفيك جرانيولز، انت لو بصيت كده هتلاقي هناك بقى كانت ايه لارج بيزوفيل، هتبقى هنا الكتر سترونجلي بيزوفيل، هنا الكترون دنس سودا والريجولار يعني كلها مش هتحس ان هي شكل واحد، في دايره وفي مش عارف شكل مفلطح وشكل كذا هرم، هي يعني ايه الريجولار شيب دي المميزه ليه مش النيوكلس اللي هتميزها، يبقى اللي هتميزها هتميزها بايه باللارج الكترون دنس ريجولار شيب سبيسيفيك جرانيولز. نخش على الاي جرانيولوسايت، ايه يعني مفيش جرانيولوسايت يعني ما فيهاش سبيسيفيك جرانيولز، يبقى فيها بس ايه الازروفيليك جرانيولز نو سبيسيفيك جرانيولز. ايه بتبقى عباره عن ايه الليمفوسايت ومونوسايت، الليمفوسايت سمول وميديوم ولارج حسب الايه الدايمتر، وفي فروق تانية برضه. ال ال ام في سمول ليمفوسايت هتلاقي النيوكلاس سفيريكال مدوره دارك ستيند زرقاء خالص اوكيوباينج موست اوف ذا سيلز، ركزوا في الكلام ده قوي، والسيتوبلازم سين ريم سراوند النيوكلس يعني ايه طبقه خفيفه خالص حوالين النيوكلس. اجيب الصوره اهي، اهي يا جماعه سمول ليمفوسايت بصوا اهي، هتلاقي النيوكلس ايه لارج سفيريكال واكل الخليه كلها واخده اغلب الخليه ماشي، والسيتوبلازم سين ريم راوند الايه النيوكلس يعني طبقه حاجه صغيره خالص مش كتير ماشي، لان النيوكلس مسيطره على الخليه كلها واخده اغلب الخليه. ايه تاني بقى اللي عايز اقوله، هو في فروق بين السمول واللارج ليمفوسايت بالال ام، طبعا حجم اللارج بتبقى اكبر، النيوكلاس في اللارج بتبقى ايه بتبقى مش دارك ستيند كده مش قوي كده، لان بتبقى والنيوكليولاس ممكن تبقى ظاهره عشان هي بتبقى اكتف بقى اكتف اللي هو الايه اللي زي ما خدتوها في الايه في الموديول الاولاني، خليه خلاص حصل لها اكتيفيشن بميكروب او كده ماشي، والسيتوبلازم برضو بيبقى ايه كبير شويه في الايه في اللارج ايه ليمفوسايت يعني مش سين ريم قوي يعني واخد مساحه اكبر شويه. لو جالك انت مش مطلوب منك هتكتب ليمفوسايت وخلاص، مش هنقول لك حتى تكتب سمول ولا لارج بس يعني تبقى عارف. طب الليمفوسايت بقى تي ام دي موستلي برضو فيلد بسفيريكال نيوكلاس وسين ريم اوف نفس الكلام في كونتيننج فيو اورجانيز، اهو يا جماعه النيوكلاس هي واكله اغلب الخليه اهي، وهنا بقى ايه وسن ريم السيتوبلازم فيه ايه بعض الاورجانيلز ميتوكوندريا مش عارف ايه حوالين الايه النيوكليس ماشي، يبقى لو جات لك دي هتكتب ايه تي اي ام اوف ليمفوسايت، تمام برافو عليكم. بس في حاجه هي دي اللي ظاهره دي مش سمول، لان النيوكليس مش ده مش كوندنس الكروماتين، ده اكستند في اكستند الكروماتين كتير اهو، يبقى دي مش سمول، بس انا بقول لك كده هتبقى عارفها يعني، بس هي لو جات لك اكتب تي ام اوف ايه؟ اوف ليمفوسايت. خلاص. المونوسايتس نيوكلاس سي شيبد او كدني شيبد نيوكلاس.
شبه الحرف السي او الكلية كلاوي. طيب السيتوبلازم بلوش جريش نوت، هو بيزوفيليك بس بيبقى فيه معكر على البيزوفيليا دي شوية ايه، شوية في لايزوزومز، في فيها لايزوزومز كتير، لان هي خلية بقى ايه، خلية فاجوسيتك، فطبعا بيبقى فيها لايزوزوم عشان تهضم الايه، الحاجات اللي فاجوسيتك يعني بتاكل، يعني بتاكل ميكروبات وبتاكل، ففيها ايه لايزوزوم بتهضم الحاجات دي اللي هي الازوفيليك جرانيولز. يبقى انت لو جيت كده اهي واضحه خالص، سي شيبد او كدني شيبد ماشي، ودي خليه لارج على فكره، دي اكبر خليه فيها في اللي احنا قلناها اهو يا جماعه، زي ما انت شايف اهو، دي ار بي سيز اهي، وادي مونوسايت، وادي الايه، ادي الليمفوسايت اهو يا جماعه، ال ام وفي مونوسايت، لو جات لك الصوره دي هتكتب ايه، ال ام مونوسايت، تمام. بتعرفها اكتر حاجه مميزه ليها النيوكلاس اللي هي السي شيب مش الجرانيول. تي ام وفي مونوسايت برضه نيوكلاس سي كدني شيب، وفي لارج نمبر اوف لايزوزوم زي ما قلنا السبب بقى، قلنا خلاص، قلنا بقى ان هي عشان الخليه اكوله وبتاكل ميكروبات وكده اهو يا جماعه. تي ام في مونوسايت هتلاقي النيوكلاس اهي سي شيب ده اهي زي ما انتم شايفين، لايزوزومز اهي مليانه ايه، فيها لايزوزومز ايه كتير، بس هنا اللي مميزها اكتر برضو اللي هي الايه، اللي هي النيوكلاس. الحاجات البيضه دي ممكن تبقى ايه فيزيكال. البليتلتس بقى او الصفائح الدمويه دي فيري سمول نون نيوكليتد ميمبرين فاوند سيل فراجمنت، دي عباره، دي مهمه كلمه نون نيوكليتد، حتى لما تلاقي كلمه كده عاملها لك بلون مختلف غالبا بيقول لك ان الحته دي مهمه مميزه ماشي. الصفائح الدمويه دي لولا الصفائح الدمويه ممكن الواحد ينزف دمه كله في جرح صغير، سبحان الله العظيم. دي فيري سمول، حاجه صغيره جدا، تبقى من 2 ل 4 مايكرومتر، ميمبرين باوند، مفيش نيوكليس، عبارة عن ممبرين وفيه أجزاء من خلايا بس. appear as clumps in blood film زي المستعمرات باللايت مايكروسكوب أهي، دي ار بي سيز أهي اللي أنتوا شايفينها دي بالباي كونكيف. هنا البليتلتس أهي بقى اللي هي الفتافيت، الحتة دي ممبرين مفيش نيوكلاس ولا في حاجة، ممبرين باوند إيه فراجمنت أهو، جايب لك سهم أسود أهو، وجايب لك برضه هنا إيه، بيقول لك هنا إن دي اللي موفلت. طيب البليتلت بقى ايه، بيقول لك في حاجه اسمها بريفرال هيالومير، انت لو بصيت لك لو ركزت في البليتلت هتلاقي عباره عن ايه باللايت مايكروسكوب، الحته اللي بره حته ايه اسمها هيالومير، حته يعني ايه هياله من الهاله، يعني حته بيضه كده، هاله بيضه، ومن جوه حته تحس انها سوده شويه اسمها جرانيولومير. طيب البريفرال هيالومير ده فيه ايه؟ في حاجه اسمها مارجنال باندل من مايكرو تيبيول ومايكرو فيلمنت. المايكرو تيبيول بتعمل ايه؟ هي الصوره جايه، الصوره جايه دلوقتي. مايكرو تيبيول بتعمل سكيلتون، بتعمل شيبنج للخليه، والمايكرو فيلمنت بتشجع في الموفمنت بتاع، لان خليه متحركه عشان الجلطات بتعمل، بتقفل عشان ايه ما يحصلش ايه، ما النزيف ما الواحد ما ينزفش دمه كله. وبعدين عندنا في تو سيستم اوف ميمبرين تشانلز، قنوات ميمبرين ليها علاقه بالايه، بالميمبرين. اول حاجه اوبن كانليكولار سيستم، اوبن ده يعني بيفتح على البلازما لما او الميمبرين بتاع البليتلت. كونكتد تو انفاجينيشن اوف ذا بلازما ميمبرين، يعني انت عندك اهو غشاء الصفائح اهو، هي بتبقى عامله كده، دي بتعمل ايه بقى، ده الغشاء الصفائح الدمويه دي بتبقى ايه انفاجينيشن كده، فيزيكلز او ايه، او انفاجينيشن من الايه، من البلازما ممبرين. دي بتشفط او بتسحب الايه الفايبرينوجين والمواد اللي والسيروتونين، المواد اللي بتستخدم في الايه، في الجلط، في تكوين الجلط عشان تقفل الايه النزيف، هتاخدوها بقى في الفسيولوجي بالتفصيل. وبرضه بتنزل المواد الايه اللي بتخلي بقى ايه الصفائح تلزق في بعضها، تلزق في بعضها عشان تعمل الايه، تقفل الايه المكان المجروح. وفي عندنا دنس تيوبولار سيستم، ده الريجولار تيوبولار فيزيكال درايف من الاي ار، الاي ار بقى الاندوبلازم كريتيكولم، دي بتبقى فيها ايه، دي فيزيكلز الريجولار كده بتبقى موجوده فيها،
دي بتعمل ايه؟ بتساعد، دي بتبقى بتحوش كالسيوم، والكالسيوم ده مهم في حاجه اسمها الايه، الكلوت، في الكلوتينج برضو هتاخده ان شاء الله الوظيفه بالظبط في الايه، ان شاء الله في الفسيولوجي. يبقى خلاص كده نخش بعد كده على السنترال جرانيولومير. سنترال ايه؟ جرانيولومير اللي هو الحته اللي جوه بقى اللي هي السودا شويه، دي بتبقى في حاجه اسمها دلتا جرانيولز سمول الكترون دنس، جاي هنشوفها دلوقتي، والفا جرانيول الفا لارج، تحس ان ايه، اي ال ال اي اي ال ال اي، الفا جرانيول لارجر والكترون دنس ومور نيومرس واكتر. طيب وجلايكوجين جرانيولز وميتوكوندري، ايه بقى وظيفه الايه الالفا جرانيولز؟ دي بتبقى فيها ايه، فايبرينوجين مهم جدا في التجلط، وفي دلتا جرانيولز تبقى فيها كالسيوم واي دي بي واي تي بي وسيروتونين برضه مهم في الكاسكيد بتاع الايه الكلوتنج او الايه الكواجوليشن. جلايكوجين عشان العمليه محتاجه انرجي، محتاجه طاقه، يعني موضوع بليتلت حاجه مهمه جدا. وميتوكوندريا تمام. يبقى انت لو بصيت كده عندنا، وفي انواع جرانيولز ثانيه مش هنذكرها بقى خلاص. اهو يا جماعه لو جات لك الصوره دي هتكتب له ايه، تي اي ام اوف بليتلتس. بس طبعا ممكن يجيب لك سهم برضه ونشاور على حاجه جوه، يعني ما ممكن يجي السؤال كده برضه. او بصيت كده على الاطراف هتلاقي حاجه اسمها مارجنال باندل، دي عباره عن مايكرو تيبيول ومايكرو فيلمنت، قلنا الوظيفه بتاعتها عشان السكيلتون وعشان الايه وعشان الموفمنت بتاعت البليتلتس. طيب في عندنا الفا، في عندنا جلايكوجين جرانيولز اهي، ولا ناخد الاول الحاجات اللي هي الايه اللي هي الهيالومير. اوبن كانيليكولار سيستم، شايفين الفيزيكال دي، الفيزيكال دي متصله بالممبرين، قلنا بقى بتسحب مواد زي الفايبرينوجين والسيريتونين من البلازما، وممكن ايه تضخها تاني اثناء الايه العمليه التجلط. في عندنا بقى ايه في الجرانيولومير، حتى اسمه في جرانيولز حبيبي، عندنا الفا جرانيول لارج والكترون دنس، دلتا اصغر منها والكترون دنس برضو، جلايكوجين جرانيول اللي هي النقط دي، النقط اللي انتوا شايفينها دي اللي في النص خلاص. يبقى تي ام وف ايه، لو جات لك دي تكتب تي ام وف، لو شاورت لك على اي حاجه تكتب برضو زي ايه زي ما قلت لك. نراجع بقى معلوماتنا كده، دي ايه نيتروفيلز، برافو عليكم. ليه بقى نيتروفيلز؟ عشان السيتوبلازم، ما تقدرش تقول اسيدوفيليك ولا بيزوفيليك يعني، بس النيوكلاس مميزه جدا، سنجل لوبيوليتد ماشي. عندك برضو ايه هنا بقى، ممكن تلاقي حاجه طالعه كده متصل بيها، ده البار بودي، بيبقى موجود في الفيميلز عشان عندهم اكس اكس، وكلاين فلتر مش موجود في الميلز، موجود في بيبقى موجود حتى في 6% من بيظهر، ممكن في 6% في الفيميلز، بدل البار بودي اهو ممكن يساعد في بعض الحاجات. دي النيتروفيلز، دي ايه زونوفيلز، زونوفيلك جرانيولز او ايه او اسيدوفيلك جرانيولز، زونوفيلك هي اسيدوفيلك، بتحب الايوزين، اسيدوفيلك محب للايه للحامضيه، ايزونوفيليك او اسيدو ايزونوفيل، يبقى عشان ايه الاسيدوفيليك جرانيولز. دي ايه البيزوفيلز، ليه كورس لارج بيزوفيليك جرانيولز مغطيه النيوكليوس تمام. هنا سمول ليمفوسايت نيوكلاس سفيريكال واكله الخليه دارك ستيند سين ريم اوف سيتوبلازم كدني شيبد نيوكلاس على طول مونوسايت، برافو. بعد كده عندنا دي، ده كله ال ام يا جماعه، اللي فيه الالوان ده يبقى ال ام، دي بليتلتس فتافيت السكر، دي بقى ايه طبعا تي ام اوف نيتروفيلز، عايز شايفين بقى اللي هي الايه نون سبيسيفيك وسبيسيفيك ايه جرانيولز. في زي انت لو بصيت برضه تحس ان في زي حاجه زي ايه سودو بوديا كده قدام، لان خليه ايه متحركه وبتلتهم وكده، سودو بوديا يعني اقدام كاذبه. التي ام اوف ايزونوفيل تعرفها منين؟ من الاوفال سبيسيفيك جرانيولز وكريستالاين كور، الخط الاسود اللي
نص. بيزوفيل لارج الكترون دنس ريجولار شيبد. هنا تعرفها منين؟ تعرفها بقى هنا من نيوكلاس بقى. الاي جرانيوسايت تعرفها اكتر من نيوكلاس. اهو نيوكلاس كبيره واكله الايه، خليه سينما في سيتوبلازم مونوسايت كيدني شيبد نيوكلاس. هنا ايه دي بقى؟ تي ام اوف بليتلتس. بالمناسبه انا عايز اقول حاجه، ان شاء الله امتحان العملي انا الصور ممكن تيجي صور مش ما اتقالتش في المحاضره، لكن الكلام اللي انا بقوله انا هحاول ان شاء الله ان انا ما اجيبش حاجه في نظري العملي. انا لو جبنا سؤال نظري عملي ما تبقاش موجوده في المحاضره، ان شاء الله هحاول ما اجيبش حاجه ما تبقاش موجوده في الايه، في نظر المحاضره، عشان ما تقعدش تقولوا بقى انتوا مش حاسين بينا وانتوا مش عارف ايه. باذن الله ان شاء الله، بس الصور ممكن اجيب اي صوره في السكشن، لكن النظري لو حاجه مش موجوده في المحاضره هحاول ان شاء الله ايه نتحاشاها باذن الله في نظر المحاضره. شكرا لحضراتكم، ربنا يوفقكم لكل خير.